هنا صدقت حلمي وبدأ. قالوا عني زمان موهم بيضيع وقت، لا يوم سلم ولا استسلم، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. انا عايز ابص، انا قاعد على طول قاعد في كرش وفي نسبه تسدي، في حاجات وحشه خالص. بس بقى الدكتور تغذيه معانا ماشي، ما انا بقول له هو على الكرش والتسدي. في طبعا انا عملت فيديوهات من قبل في هذا المنوال، يعني موضوع التسدي ده بيبقى سببه زياده هرمون البرولاكتين في الجسم زياده عن الطبيعي، فبتبقى دفعه قويه جدا ان احنا يحدث عندنا تسدي. علشان كده لو انت عايز معلومات مفصله عامل فيديو على اليوتيوب، اكتب بس علاج زياده هرمون الحليب، علاج زياده هرمون الحليب الدكتور احمد عطيه الدهشان على اليوتيوب، هيجي لك فيديو بشكل كامل بتكلم 8 دقائق مفصلين العلاجات والاشياء اللي ممكن نستخدمها عشان التسدي. ده كده بالنسبه لي للتسدي. اما بالنسبه لنقطه الكرش، لو انا مثلا وليكن الكرش، طب بالنسبه للعمليات الجراحيه دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ علشان للتسدي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ والله بص، القاعده الاساسيه بتقول ايه؟ ما يصلح بالغذاء والعلاجات الطبيعيه لا يصلح بالدواء، وما يصلح بالدواء لا يصلح بالعمليات الجراحيه. في البدايه قبل علاج اي مرض ما تفكر، اخر حاجه تفكر فيها الجراحه. الجراحه دي بتبقى خطوه نهائيه بعد يعني محاوله كل المحاولات. لكن ناس كتيره جدا كان عندها تسدي ومشيت على النصايح وغيرت شويه حاجات في نمط الحياه وظبطت الاكل بتاعتها وركزت على الحاجات اللي مفيده في هذا الامر وعالجت هذا الامر. فاذا كان غيرك قدر يعالج الامر، الله يبارك فيك. فاذا كان مثلا وليكن غيرك قدر ان هو يعالج نفسه بدون جراحه، فكذلك انت ايضا تستطيع ان انت تعالج نفسك بدون جراحه. يعني اكتب بس كيفيه لا طب لو نزلت الجيم ولعبت ضغط وشلت حديد ده هيروح؟ والله الجيم بيساعدنا في هذا الامر، لكن انا مع يعني برضو طبيب ليه تقييمه في هذا الامر. يعني انا التسدي ده ما هو درجات كتيره يعني، فعلى حسب الدرجه اللي موجوده عندك. هو عندي لسه نسبه بسيطه. لا اصل لو نسبه عادي ما فيش مشكله، يعني التسدي يعني نستطيع ان احنا زي ما قلت لك كده لو نسبه بسيطه عادي. ممكن بس زي ما قلت لك كده اكتب كده اهو على يوتيوب سياره علاج زياده هرمون الحليب، اكتب كده اهو بالظبط سياره علاج زياده هرمون الحليب الدكتور احمد عطيه الدهشان، بيجي لك فيديو مفصل نفذ اللي فيه بالظبط. اضغط عليه تمام. يعني اسمع الفيديو وخد هذه العلاجات اللي موجوده فيه بالظبط ونفذها، الموضوع بيتحل معاك بسهوله. ده كده رقم واحد. الحاجه الثانيه، طب علاجاته في تكلفه كام يا دكتور؟ لا ده كلها حاجات طبيعيه ما فيهاش، هتجيبها من عند اي عطار زي عطار؟ يعني هتلاقي مكملات موجوده في الصيدليه وحاجات موجوده عند العطار. يعني في مكملات موجوده في الصيدليه، يعني فيتامينات واملاح معدنيه واشياء من هذا القبيل بتجيبها من الصيدليه، وكاتب لك انا جايب لك كل التفصيل عن هذا الامر والحاجات اللي انت المفروض ممكن تستخدمها وما تستخدمهاش يعني الحاجات. وقلت لك مثلا وليكن في الاخر من كل حاجه انا كاتب لك كل العلاجات اللي الدكاتره بتكتبها، وكاتب لك كل الوصفات اللي هي اثبت فعاليتها ايضا في علاج هذا الامر. وانت شوف الانسب ليك والاسهل ليك تستخدمه، الافضل ليك تقدر تستخدمه، مفيش مشكله بالنسبه لي. ده بالنسبه لي موضوع التسدي. اما بالنسبه لموضوع الكرش، فموضوع الكرش ده احنا مثلا ما يجي لحد عنده كرش ممكن يكون عندنا مثلا وليكن مشاكل في الكبد، لو في مثلا اي مشاكل في الكبد ودفع قويه جدا ان احنا يظهر عندنا كرش. بس مش شرط يعني، يعني يعني من يعني من ضمن الحاجات اللي ممكن تسبب عندنا كرش، ممكن الكرش يكون بسبب القعده الكتير والاكل الكتير والرقده بشكل متواصل. فالشاهد من الموضوع او اللي احنا ناكل وننام مثلا، او ان احنا عندنا شويه. ايوه هو ده فعلا بيحصل معايا. بس يعني فممكن يكون اسباب بسيطه تقدر تحلها يعني بسهوله. طب بالنسبه كان انزيمات الكبد عندي عاليه، دي ممكن يكون من زياده الكرش برضو؟ يعني انزيمات الكبد ممكن برضو الكرش يكون بسبب زياده انزيمات الكبد برضو. تمام. طب ديت لازمه المتابعه مع دكتور برضو كبد؟ بص بالنسبه بنتابع مع الدكتور ده شيء مفروغ منه، لكن شويه يعني مثلا دلوقتي انا يعني انت بالفعل عملت التحليل وطلع عندك ارتفاع في انزيمات الكبد صح كده؟ ايوه كنت بقدم في الحربيه وجينا كان في تحليل وكده وقال لك انزيمات الكبد عاليه وكل مسلوق وكل حاجات من كده عشان الانزيمات تنزل عشان تنجح في الكشف. والله بص يعني هو كلامهم صح يعني ما فيش اي مشكله فيه، بس انا ممكن اكلمك
يعني 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 بالفعل دهون الكبد، دهون الكبد بالفعل ممكن تبقى سبب كبير جدا في الكرش. لو احنا قدرنا ان احنا مثلا وليكن نتخلص من دهون الكبد، كل حاجه يعني مشكله الكرش بتروح، لان اصلا من ضمن اعراض دهون الكبد دي من ضمن اعراضها ظهور بطن يعني، تفهم؟ عشان كده قلت لك ايه، بنعمل وظائف كبد في البدايه علشان نتاكد ان احنا ما عندناش مثلا، عشان مش نتاكد ان احنا ما عندناش مشكله. بس انا برضو عايز افيدك في هذا الوقت، فهحاول قدر الامكان مثلا اتكلم معاك. انت دلوقتي مثلا، احنا دلوقتي انت اخر مره عملت التحليل امتى؟ ده كان السنة اللي فاتت. وانت دلوقتي اتقبلت الحمد لله؟ لا ما حصلش نصيب، نزلت نتيجة نهائية. يعني بعد ما وصلت كل كل حاجة جيت في النتيجة النهائية ما حصلش نصيب. طب انا هقول لك حاجة، هقول لك على صدقت في كشف الهيئة الأخير. هو كشف الهيئة ده شوية بيبقى معقد، وعايزين شكل معين وحاجات معينة. على العموم، او عايزين فلوس معينة من الآخر او شيء معين يعني. مش هي دي القصة برضو؟ مش دي القصة بتاعتنا. خلينا نخش على طول، هقولك على قائمة بأطعمة مهمة جدا يعني نقدر نستطيع ان احنا لمرضى الكبد يعني. الأطعمة ديت بتحافظ على الكبد بتاعنا ماشي، صحي، يعني تنضف لنا الكبد بتاعنا. أول حاجة بنتكلم فيها، اتفضل يا دكتور. أنا برضو معايا الورقة والقلم، هكتبهم عندي أهو. ماشي كويس. أول حاجة ممكن نقول الكركم. الكركم الكركم ده طبعا كلنا عارفين ان ده احد انواع التوابل المفضله للكبد، لانه لو احنا حطينا مثلا الكركم ده لشوربه العدس مثلا، في ما تيجي تعمل مثلا شوربه عدس تحط مثلا شويه كركم. الكركم يعتبر بيساعد على تحليل المواد السامه، بيساعد على تحليل المواد السامه المختلفه اللي بترتبط بالسرطانات. فبنقول مثلا اول حاجه الكركم. يعني الكركم حاجه كويسه للكبد؟ جدا. يبقى الكركم ده موجود في الصيدليه باسم الكركمين. ايوه موجود في الصيدليه باسم الكركمين، او ممكن نحطه مثلا على شوربه العدس، ويبقى دفعه قويه جدا ان احنا نستفيد منه برضه. اما تجيبه من الصيدليه، يعني الكركم موجود في الصيدليه باسم تمام. الكركمين، او تجيبه وتحطه في الاكل بتاعك، ويفضل مثلا وانت بتعمل شوربه العدس المره الجايه، وانت بتعملها شوربه العدس مثلا تروح حاطط الكركم. ده رقم واحد. تاني حاجة الليمون. تاني وايه حاجة تاني يا دكتور؟ تاني حاجة الليمون. الليمون فيه فيتامين سي اللي بيساعد الجسم على تحليل المواد السامة، وبيحولها المواد بتدوب في الميه. عشان كده بننصح شرب عصير الليمون المخفف الطازج لمرضى الكبد يعني. تمام. فبنقول مثلا وليكن الليمون تاني حاجه، يبقى اول حاجه الكركم، تاني حاجه الليمون، تالت حاجه زيت الزيتون. تالت حاجه زيت الزيتون. زيت الزيتون، الزيوت العضويه بشكل عام يعني، زيت بذور الكتان، زيت الزيتون، ديت لها القدره على امتصاص السموم الضاره من الجسم بتاعنا. وعلشان كده تمام. بنقول ان احنا نحرص ان احنا نستهلكها بشكل مستمر مثلا لو احنا عندنا كبد. تمام. ممكن بقى طبعا اخر حاجه اقولها لك الخضروات الورقيه ذات اللون الاخضر، يعني الخس والجرجير والحاجات دي برضو تعتبر قويه جدا، غنيه بالفيتامينات والاملاح المعدنيه المفيده جدا لتنشيط العمليات الحيويه في الجسم، وبالتالي تسهيل عمليه يعني. ممكن برضو نقول الجريب فروت. الجريب فروت يعتبر مضاد للاكسده طبيعي، وبالتالي بيحمي الجسم من الشوارد الحره اللي هي منشا لالتهابات الكبد يعني. فبرضه بنقول الجريب فروت ممكن مثلا وليكن البنجر او الشمندر. البنجر والشمندر والجزر برضه نقول بتحتوي على البيتا كاروتينات، وديت طبعا مفيده جدا، بتساعد على تحسين وظائف الكبد. البنجر والشمندر والجزر بيساعدوا على تحسين وظائف الكبد. فدي كده اهم طب يا دكتور، لو اشتغلت على نفسي ونزلت جيم وحرقت الدهون دي الكرش هينزل؟ ماشي. يبقى بس الاول وانت في الجيم نظف نفسك بالاغذيه اللي انا قلت لك عليها دي. نظف نفسك يعني يوميا تاكل هذه الحاجات، الكركم يكون موجود عندنا، الجريب فروت يكون موجود عندنا، الليمون يكون موجود عندنا، حاجات فيتامين سي. ممكن تشتري فيتامين سي من الصيدليه وتجيبه وتاخده، ومع فيتامين سي تمام. تجيب الكركمين اللي هو برده موجود في الصيدليه، ممكن تجيبه كمكمل غذائي، او برده تحط او تركز مثلا انت تحط الكركم دايما على الاكل بتاعك. بس طبعا الاعتدال في كل شيء مطلوب يعني، ما نزودش قوي يعني. ممكن برضو بنقول وعلاجات التسدي اللي انت منزلها على اليوتيوب برضو اجيبها. علاجات التسدي برضو اسمعوا كله بس.